80 و500 متر تقريبا، يعني نص كيلو في مخرج كل قناه اتصال من قنوات الاتصال اللي في كيلو 65 واللي في كيلو 76 واللي في كيلو 89، يبقى ده تقريبا 5 كيلو. في المدخل الشمالي للقناه حوالي 2 كيلو ونص، وفي المدخل الجنوبي، المدخل الشمالي في منطقه البلاح، المدخل الجنوبي في منطقه الدفرسوار حوالي 2 كيلو ونص، يعني اجمالي 10 كيلو متر طولي من القناه الرئيسيه من